السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم التقالي يوسف تيك. لايك شتي ولا نتي باقي جديد في القناه، ما تنساش تهبط لتحت دير لنا سبسكرايب للقناه ولايك الفيديو اللي عجبك وكومونتير تحت محفز، وما تنساش كذلك تبارطاجي الفيديو ديالك مع صحابك وفي لي جروبات باش يستافد كل شيء من الدروس التقاليه اللي شانده. المهم خوتي، في هذا الفيديو ان شاء الله نوريكم الطريقه باش انشاء تطبيق الموقع السيت ديالك، يعني الويب سايت ديالك دير ليها ابليكاسيون، ويكون عندك ابليكاسيون الويب سايت ديالك. المهم اخوتي، اول حاجه خاص يكون عندك كونت في جوجل ادموب لا بغيتي دير الاعلانات في التطبيق ديالك. المهم لا ما كنتش عارف كيفاش تقاد كونت في جوجل ادموب، ها هو الدرس البارح عطيت فيه طريقه انشاء حساب جوجل ادموب. الموقع اخوتي اللي غادي نخدمو عليه فابور، الموقع هذا تلقى التطبيق ديالك فابور. اول حاجه كتجي كدير سينغ اب، كتجي كدير الاسم ديالك هنا سميتك، هنا كدير الكانتري كدير مروكو، كدير مروكو، وهنا كدير الايميل، وهنا كدير الباسورد، وكدير اكسيت، وكدير سيند، صافي تكون تيكون عندك كونت. كتجي لهنا كتدخل في الكونت، كتدخل الكونت ديالك عادي، انا ديجا مقاد ابليكاسيون هو هذا. كيفاش تقاد ابليكاسيون جديد؟ كتجي كدير كرييت اب، كتختار اسم الابليكاسيون ديالك، مثلا تاع ابلي ديك سيت، ادير سميت السميه ديال ديك السميه ديال ديك السيت، مثلا نديرو مثلا السميه ديال ديك السيت، مثلا ادير السميه ديال السيت هنا، يعني غتكون السميه ديال لابليكاسيون على حسب سميه السيت. غتجي هنا غدير اللوغو ديال لابليكاسيون ديالك، الا كان عندك لوغو دير اللوغو ديال السيت ديالك. مثلا ما كانش عندك لوغو، هما غيعطيوك هنا لوغو تختار منهم، على من تقاد فاش تقاد اللوغو ديالك يمكن لك تبدلو. مثلا دايرين حنا هادي، هنا كتجي كتختار اللغه ديال لابليكاسيون، عربيك بالعربيه ولا باللونجلي ولا بالفرنسي ولا اللي بغيتي، خليوها انجليش. هنا ابليكاسيون ديسكريبشن كدير شنو، على ما كتهضر على ما كت على ما تيهضر السيت ديالك ولا ابليكاسيون، تكتب هنايا شويه تدير نيكست، كتختار تيم ستايل ولا تيم ولا فاتحه، كتختار ستايل ديال الابليكاسيون، مثلا كحب بلاك ولا بلو ولا ريد جرين اورانج، ندير اورانج نيكست. هنا اختار احنا غدابا غنديرو يعني غنديرو يعني غنديرو ابليكاسيون الويب سايت ديالنا، غنجيو غنديرو ويب اب. مثلا هنا غنديرو السميه ديال التايتل، يعني العنوان ديال لابليكاسيون، العنوان ديال الويب ديالك، وغتجي الويب ديالك السيت وايب الويب سايت ديالك، وغادي تكوبي ليان ديال الويب سايت ديالك، وغادير لها كولي هنايا ودير نيكست. دابا لابليكاسيون راه مقادة، غادي دير كوتو اب ماناجر. المهم خوتي، هاد هنايا نيم اند ايكون، هنا لك شي باغي تبدل، مثلا كنتي باغي تبدل السميه ديال لابليكاسيون، هنا الباكاج نيم، هنا الفيرسيون، هنا الايكون، الايكون هاد اللعيبه هادي ديال نوتيفيكاسيون، سكرين كتخليوها اوتو، هادي يوزر بوزيسيون، بريميسيون تورايش داتا. اوكي صافي، كتجي كدير سيف. من بعد ما كتعدل هادشي، انا هادشي عام، مثلا هنا كتلك شي باغي تبدل في الديسكريبسيون لابليكاسيون، وكتبدل داكشي كامل،
كتجي كدير هنا ديك الشير، يعني فاش كت فاش تصيفط لصاحب، يعني فاش كاين واحد اللعيبة فوق ديال الشير تبارطاجي لابليكاسيون مع صحابك، كاين الميساج اللي غادي يوصل فاش غادي تبارطاجي هو هذا، يعني كتكتب الميساج ولا كتخليه ولا كتخليه في حال هذا اللي كاين هادي كتوزو. هذا الديزاين د لابليكاسيون، لك شي باغي تبدل الالوان ولا شي حاجه، انك بغيت تبدل الكتابه، بغيت تبدل ديك المينيو تكون فوق ولا في الجناب ولا مربعات ولا بلا مينيو، ولا بغيتي تبدل الايكون. هادي لا بغيتي تبدل ديك اللي تيكون الفوق، بغيتي تبدل ممكن تبدلهم. هادي الا بغيتي تبدل هاديك فاش كتحل لابليكاسيون تطلع لك التصويرة عادي، باش يطلعوا لك شحال من ثانية باش تحيد. سيكشن هي ديك اللي تكون في لابليكاسيون، يمكن لك تزيد اضافات واحد اخرين. هاد اللعيبة هادي اللي كنتي باغي تصيفط نوتيفيكاسيون لابليكاسيون ديالك الناس اللي مستخدمين لابليكاسيون، مثلا كتكتب شي حاجة وكدير نيكست وكدير سيند، اتوصلك في اتوصل لكاع لهذوك اللي عندهم لابليكاسيون، توصلهم نوتيفيكاسيون. هادي اهم خطوه هي الاتس، يعني هنا الاعلانات، كيفاش دير الاعلانات. اجي لجوجل ادموب، اللي ما عندوش كونت جوجل ادموب كان صايي يتفرج في هذا الفيديو ديال البارح. اجي لجوجل ادموب، اجيني شان ادير ابليكاسيون، ادير اجيتي اون ابليكاسيون. قلك واش الابليكاسيون ديالك راه حاطها في بلاي ستور ولا اب ستور، لك شي حاطها تقول لهم وي، ما كنتيش حاطها تقول لهم نو، كتجي كتعطيهم السميه ديال الابليكاسيون اللي داير، مثلا كتختار واش اندرويد ولا اي او اس، مثلا حنا درنا اندرويد، دير اندرويد، كدير اجوتي، كدير كري ان بلوك دانونس، مثلا بانيير كدير سيليكسيوني، كدير شي اسم ديال الاعلان ديالك، عطيوك الاي دي هذا اتكوبي وتجي تحطو في الخانة ديال البانر وديرلو كولي. هنا ل هنا طالبين نديرو كري هنا طالبين، هادي طالبينها نديرو ايه، مثلا نعاودو نديرو السمية و نهزو هاد الاي دي و نحطوها عاوتاني هنا ناتيف، نجيو و نديرو نختارو ناتيف افونسي و نديرو مثلا اكس، و نجيو نهزو هدا و نديرو كوبي و نعاودو نحطو هنا، وهذا ناتيف نفسه، ونجيب لهنا فيديو ات دير اوكي. هذه دير اكس جي دير كريم بلوك دانونس، وتهز عاوتاني الاي دي وتلو كوبي وتحطه هنا صافي، وتجي دير سيف صافي. دابا الاعلانات، الاعلانات راه عندك في لابليكاسيون ديالك، و اي نقرا ولا مشاهده كدوز لك الارباح في جوجل ادموب، و تربح منه، تربح من الاعلانات. صافي دابا قدي شي لابليكاسيون، كيفاش تيليشارجي؟ كتجي كدير داونلود لابليكاسيون، كتجي كدير له داونلود، وهو عندك الابليكاسيون. من بعد يمكن لك تلوحو في اب ستور في بلاي ستور وتربح منه، يعني الويب سايت ديالك، وتبارطاجيه مع الناس اللي تيستخدموا الويب سايت، ودير ليهم ليان في الويب سايت ديالك باش يتيليشارجيو الابليكاسيون، وهكا كيكون عندك سيت وكيكون عندك ابليكاسيون ديالها وكتخدم بروفيسيونيل. مهم خوتي، هذا هو الدرس ديال هذا النهار،
سالينا الفيديو، ما تنسينا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، لايك للفيديو الى عجبك، ما تنساش خلينا شي كومونتير محفز، وما تنساوش الانستغرام ديالي اللي خصاتو شي حاجه ولا جاتو شي سؤال. الانستغرام ديالي راه في الديسكريبسيون، صيفطوا لي التساؤل ديالكم ونجاوبكم تمايا على اي سؤال. وخشي سالينا فيديو، تهلاو.